حمل ساعد القذافي في حديث لشبكة CNN شقيقه سيف الإسلام مسؤولية تعثر المفاوضات مع الثوار، وقال إن الحوار توقف بعد الكلام الأخير لسيف الإسلام يوم الأربعاء الماضي. وكان الساعدي قال للعربية يوم الأربعاء أيضا إنه مكلف بالحوار مع الثوار، لكن شقيقه سيف الإسلام تحدث في اليوم نفسه بالتزامن تقريبا، كان هناك فرق دقائق فقط، داعيا إلى استمرار القتال. بالنسبة للتهديدات في مدينة السرت، نقول لهم تفضلوا هذا كله مدينة السرت وتو تشوفوا. الشكليات هذه المفروض نتجاوزها، لأن احنا الهدف منا شنو هو؟ إنقاذ ليبيا وإنقاذ الأرواح وحقن الدماء يا أخي. السرت تحسبوها أنتم دخول لها نزهة بحرية، هذه هيهات. إذا كان احنا رغبتنا فعلا الخروج من هذه الأزمة وحقن الدماء، الوسائل والطرق هذه إن شاء الله حنوصلها. هذه سرت فيها أكثر من 20,000 شاب مسلح، وعندهم مسلحين ومتخنطين وجاهزين. نحن نقدر نعترف باعتراف يعني أن هم يمثلوا كطرف شرعي تفاوضي، ونحن أيضا يعترفوا بينا أن فعلا نحن الحكومة وطرف أيضا شرعي تفاوضي. بالعكس، إحنا قواتنا إحنا فايتين نصرت في مراحل، إحنا في العجلة الشرقية نحقق في انتصارات وفي تقدم. في المجلس الوطني والثوار أن هم يمدوا إيديهم وينظروا إلى هذه الأرواح التي تزرق يوميا ويفكروا في حقن الدماء، وإذا كان هم عندهم فكرة أن إدارة البلاد تكون عندهم هم، إحنا ما عندناش مانع.